خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان، او هيكون معانا على الهواء مباشره تحديدا علشان نتكلم معاه بخصوص كواليس مران الاهلي النهارده وبدايه الاستعداد لمباراه الاسماعيلي يوم الاربع باذن الله. يا شريف مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، طمنا على استعدادات النادي الاهلي وبالتحديد كمان عقب مباراه الامس. بقول لك يا شريف، كلمني الاول عن مباراه الامس والحديث اللي كان ما بين موسيماني واللاعبين في الجلسه اللي كانت قبل المران، ازاي تم التطرق لهذه المباراه، ازاي تعامل مستر بيتسو موسيماني نفسيا مع اللاعبين خصوصا في ظل عدم التوفيق اللي حالف الفرقه امبارح، او الفريق ما كانش موفق بشكل ملحوظ جدا. قول لي كل الكواليس اللي حصلت النهارده قبل المران. يعني يمكن المران دون راحة كان اليوم في الواحدة ظهرا، ويمكن التوفيق وعدم التوفيق هي دي الكورة، يوم طبعًا ليك ويوم طبعًا عليك طبعًا. التوفيق لو غاب عنك، لو عملت كل حاجة في الكورة مش هتخش ولو ماشي معاك هتخش من أي مكان أو أي لاعب يحرز هدف. يعني امبارح ما كانش يوم النادي الأهلي، النادي الأهلي ما قصرش خالص، 90 دقيقة استحواذ، أخطاء يمكن قليلة جدا مع التحكيم كمان، وما أدراك ما التحكيم، وكلام عن التحكيم كتير ويطول شرحه، ولكن خلاص هذه كرة القدم. النهارده بيتسو موسيماني مع اللاعبين حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة في أرض الملعب بيتكلم مع لعيبته ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبيتكلم مع لعيبته إن ما كانش يومنا امبارح، صعبناه على نفسينا، ولكن إحنا النادي الأهلي نكسب أي حد في ملعبنا خارج ملعبنا، صح اللي صح عاوز صح البطولة يكسب في أي مكان. لازم نكسب مباراتنا اللي جاية كلها دون النظر إحنا بنلعب فين، ولا الأجواء عاملة إزاي، ولا مين المنافس اسمه إيه، أو قوته إيه. إحنا النادي الأهلي حاملين اللقب، احنا النادي الاكثر تتويجا في البطولات اذا كان في افريقيا او في البطولات المحليه، ثالث العالم يمكن في كاس العالم الاخيره، وكانت محاضره قويه جدا من المدير الفني ومدير الكره، لقت قبول كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، وتعهدوا على فتح صفحه جديده في الفتره المقبله، وكمان كيفيه الفصل ما بين البطوله الافريقيه الهامه جدا اللي كل جماهير النادي الاهلي بتعول عليها، وايضا زميلي امير كل لاعبي النادي الاهلي بتحلم بالبطوله العشره، وانا بقول لك وعارف وقعدي ما بقول كل لعيب بيحلم بالبطوله العشره وبيتكلموا مع بعض على الحصول على البطوله العشره، مش مكفهمش البطوله التاسعه، لا عاوزين بطوله العشره، وبيتكلموا من اول يوم. وانا رجع كمان في سيمبا في الطياره، اللعيبه كلها بتتكلم ان لازم نكسب، بس امبارح ما كانش يومنا، فخلاص بقى هنفصل وعندنا مواجهه قويه جدا مع الاسماعيلي، مطالبين بالفوز فيها مع فريق كبير، او فريق الاسماعيلي في موقف لا يحسد عليه في جدول ترتيب الدوري، ولكن النادي الاهلي مطالب باذن الله بالفوز في هذه المباراه، ثم التركيز بقى في مباراه فيتا كلوب اللي هتكون يوم 16، يا رب باذن الله يكون التوفيق بس موجود معانا رغم حراره الجو الكبيره جدا والملعب اللي هيكون ترتان، ولكن لعيبه النادي الاهلي رجاله وباذن الله باذن الله. طبعا في عز الحر مع كل فرق افريقيا بتلعب على الجزئيه دي، طبعا في عز الحر درجه حراره بتبقى عاليه جدا، الرطوبه عاليه جدا، وكمان جماهير ماتش سيمبا 50,000 متفرج، يمكن المباراه الوحيده في العالم اللي شهدت حضور بعد الكورونا 50,000 متفرج. ده نهائي اوروبا مش هيبقى فيه كده خالص، يعني اي نهائي في العالم في فتره كورونا مش هيبقى يوصل 50,000 متفرج. وما ادراك للاهلي بيشوفوا في الكواليس في البلاد الافريقيه، وانت سافرت زميلي امير كتير وشفت الكواليس والصعوبات اللي بيشوفها لاعبي النادي الاهلي، مرور في اوضه اللبس او في غلق التكييف او قطع النور على اللعيبه، في كواليس كتيره جدا النادي الاهلي لو اتحكت الناس هتعرف اللعيبه الاهلي بتبقى يعني بتعاني بايه، ولكن النادي الاهلي الناس بتشوف ال 90 دقيقه في ارض الملعب بس، وما ادراك ما خارج ارض الملعب، ولكن عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي باذن الله باذن الله، يكون يوم الاربعاء التوفيق معاهم باذن الله، ونفوز على فريق كبير وفريق الاسماعيلي، ونروح بقى للمواجهه الصعبه جدا مع فريق فيتا كلوب، وباذن الله باذن الله الاهلي لها، وباذن الله نكسب فريق كبير هو فريق فيتا كلوب الكونغولي باذن الله. بعد يعني المحاضره اللي استمرت حوالي ثلث ساعه في ارض الملعب، كان في جلسه ما بين مستر بيتسو موسيماني وجونيور اجايه اللي بنمسك الخشب، ما شاء الله متالق في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، الراجل طلبه بالتألق أكتر، الراجل طلبه بالتركيز أكتر، ويبني على الفترة اللي فاتت أكتر وأكتر، لأن محتاجين كل لاعب في حالة فوقان في الفترة الأخيرة، وربنا يوفق بإذن الله باقي زملاء زي محمد شريف أو مروان أو بواليا أو يعني كل اللاعبين اللي بيشاركوا، وحسين الشحات طبعا اللي بيشاركوا في الخط الأمامي بإذن الله مع النادي الأهلي، ويقدروا الفترة الجاية بإذن الله يحرزوا لنا أهداف. علي معلول يلحق يا شريف مباراة العودة بتاعت فيتا كلوب ولا صعب؟ علي معلول ووليد سليمان بيتأهلوا في البرنامج التأهيلي الأخير،
ممكن يلحق ممكن، لكن مباراه الاسماعيلي على ما اظن طبعا من الصعب الحاق معلول ووليد بمباراه الاسماعيلي، نظرا انهم خلاص في اخر مرحله في التاهيل. ممكن ما يغامرش بيهم في مباراه الاسماعيلي. السفر بقى ورحله الكونغو الشاقه، ممكن ياخد مثلا علي معلول يشارك جزء من المباراه، وارد. كل ده هيتضح في الايام المقبله، ولكن النهارده شايف معلول في التاهيل الاخير، السبرنتات الكبيره او طويله المدة أو السرعات فيها بيقدمها بشكل كويس جدا، فاقترب من العودة. ولكن طبعا مع إصابة زي دي خداعة، لو سرعت برجوع اللاعب ممكن لا قدر الله تحصل له تاني، فلازم العضلة الخلفية يتصبر عليها شوية علشان خاطر خداعة زي ما قلت لك، فممكن اللاعب ينزل يحس بالشكة تاني في العضلة الخلفية. بس بإذن الله المؤشرات كويسة، يا رب بإذن الله يلحق بإذن الله بإذن الله مباراة فيتا كلوب بإذن الله. أخيرا وسريعا يا شريف، هل في اتجاه إن الفريق يسافر بشكل مبكر للكونغو، يعني يكون بعد مباراة الإسماعيلي مباشرة المباراة يوم الأربعاء يسافر الأهلي مباشرة عشان يتم التأقلم على الأجواء والمناخ ومواعيد التدريبات والملاعب التدريبات، وخصوصا إن احنا على ملعب ترتان هنلعب عليه، ولا لسه لم يحسم هذا الملف بعد يعني؟ يمكن بشكل مبدئي السفر غالبا هيكون يوم السبت، ممكن تتمرن هناك حد واثنين وثلاث، يعني لسه هنشوف القصه. لسه مدير الكره الكابتن سيد ما صرحش، ولكن بشكل مبدئي من الكواليس ممكن السفر يكون يوم السبت. عندنا بكره تمرين الساعه 2 الظهر، ومن بعد وفي مسحه بكره عشان مباراه الاسماعيلي. نخلص باذن الله مباراه الاسماعيلي ونبدا نتكلم على مباراه فيتا كلوب، بس غالبا من الشكل المبدئي غالبا هيكون السفر يوم السبت القادم باذن الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. يا أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان، كان معانا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش.